الوضعية والعمل على اتخاذ خطوات عملية مستعجلة لمعالجة الأزمة القائمة وتجسيد ذلك بحلول يتلمسها الشارع بشكل واضح. كل بلدان العالم تتفاخر بالتطور والتكنولوجيا اللي توصلت إليه إلا العراق يتفاخر بسابق عهده وتحديدا البصرة. البصرة نسمع بها أو نعرف بأنها 90 أو 85% من وارداتها من النفط أو الموانئ هي من تعطي الأموال إلى الحكومة العراقية، وبالتالي هذا حال البصرة، قلة الخدمات نهائيا، أي بنى تحتية ماكو، المياه، وأعتقد دول العالم وصل لهذا الموضوع. هذه الشريحة اليوم تقف كمجتمع لإيصال الصوت إلى الحكومة الاتحادية، عسى أن ترجع بصرتي إلى سابق عهدها. نحن نقف مع الجماهير في مطالبها يعني المشروعة. يجب على الحكومة الاتحادية والمحلية النظر بعين الاعتبار لحقوق المواطن البسيطة، وإلا ما هو الماء وما هي المطالب للجماهير هذه. الجماهير تطالب بأشياء بسيطة. طلبة الصحفيين بكل كوادرها الموجودة في البصرة وجميع الصحفيين والمصورين وكل المحررين قدموا اليوم هنا إلى مقر النقابة ليقدموا وقفة مع أهالي البصرة، مع أهالي مدينتهم، للوقوف التضامني وتقديم موقف حقيقي. لطالما الإعلام كان له الدور الرائد والكبير في نقل معاناة أهالي البصرة عن طريق تقارير المراسلين في القنوات والإذاعات والوكالات. أن عادة ما يكون صحفي المدينة أو صحفي العراق كمرآة عاكسة لما يحدث بالمدينة، اليوم هذه الوقفة أعتقد هي ستشكل ربما يعني مفصل جديد للاعتراض ولتوجيه بعض المواضيع للحكومة المحلية لأخذ ما تراه مناسبا في هذه الأزمة أو في حل هذه الأزمة. أعلنت دائرة صحة البصرة عن ارتفاع عدد الإصابات نتيجة تلوث مياه الشرب إلى 17.